كابتن ميثم، يعني بالدليل القاطع أجمع الجميع على أنه المستوى العام لفرقنا وصولا للجولة السابعة لم يكن مقنعا، والدليل صحيح. النتائج المتباينة والمتذبذبة صحيح. ما عدا يمكن فريق زاخو وفريق نوروز يسيران بخطى ثابتة ويقدمان أداء. بماذا تعكس هذه الأسباب كابتن؟ أستاذ محمد، بداية أنا أود أن أشير إلى موضوع، يمكن إذا تسمح لي صحيح. حتى في موضوع المستشفى مع الموضوع أيمن حسين صار تسقيط كبير للدكتور العراقي في هذا الموضوع. يعني أنا إكمالا للكلام اللي قاله قحطان قبل شوية، تسقيط جاي يصير مو على المدرب المحلي فقط، على كل شيء محلي. يعني ممكن إحنا يروح هذا التسقيط على يعني على أمور أخرى يمكن تمس حتى كيان المجتمع العراقي، أنت عرفت شلون؟ فالموضوع جدا خطير هو، لكن ما جاي يحسون بخطورته. المواقع هاي اللي تكلمتوا عنها والذباب الالكتروني هذا واللي بعضها خارج الدولة وبعضها داخل الدولة، هؤلاء الناس هم أنا من وجهة نظري مغيبين أستاذ محمد، مغيبين يسيرون في نهج هم يمكن هم في يحافظون على مناصبهم، هم ذولا جزء من الحالة المحلية، خلنا نسميها الحالة المحلية. فالموضوع جدا خطير. شوف الكويتيين كيف استثمروا موضوع المستشفى، الكويتيين استثمروا موضوع المستشفى جابوا بشكل نجوم المجتمع الكويتي، جابوا نجوم المجتمع حتى يثبتون للعالم انهم لديهم امكان، بحيث ان العراقيين جابوا لاعبهم الشهير اللي هو افضل بلاش. اللي هو شنو صار الموضوع، اللي هو اشهر لاعب في العراق اليوم يتعالج في مستشفياتنا، وهاي البصرة اللي هي اغنى مدينة في العالم، حتى يسمع هؤلاء بين قوسين مزعطة الفيس، انا اسميهم مزعطة الفيس مع احترامي وتقديري للبرنامج بهذا اللفظ، خلي يسمعون البصرة 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 اغنى مدينة في العالم مو في العراق، لا تمتلك مستشفى جيد، واحنا نودي وين لاعبنا حتى يتعالج بدولة مجاورة. شوف كيف صار الموضوع، صار الموضوع حتى من اعلى المستويات. انا اتأسف لما اسمع يعني حتى باعلى المستويات ما راحوا الى هذا الجانب او ما وضعوا ايديهم على هذا الجانب. طيب. فهو الموضوع المحلي هذا موضوع جدا خطير، ويجب ان تتخذ به اجراءات حازمة، ويعني تغيير الفكر اللي جاء الموجود.